مساكم الله بالخير. طبعا وصلنا جراند مول وقابلنا هالشخص الجميل الله يسعد الوجه. جانا سلم علينا وقال عندي طلب ابغاك تقول تم. قلنا وش الطلب يا ولد؟ يمين يسار؟ قال قول تم. فقلنا تم. يوم قلنا تم طلع في هديه يبيعطينا اياها. الله يسعد الوجه. امين وياك. والله يجمل حالك. والله العظيم الهديه، والله العظيم الهديه انا شفت وسلامك علينا والصوره اللي صورتنا اياها. لا والله هذه والله الهديه. من لازم هذا من واقف. لا اجعل بك الجنه. انا تراني اعتبر نفسي من اهل الديره. ايوه. لا والله انت. فاذا ما في عليك يعني امر نبيك تسامحنا في الهيئه. لا والله لازم تاخذون ما دامكم وصلتم. لا والله يجعل من جابك الجنه. والله يجمل. والله العظيم انه ما هو بغريب عليكم الكرم والطيب والحفاوه والاستقبال. فالله يجمل حالك وابد على خشمي بقبل هديه. الله يرحمك. هذا صاحبنا اللي قبل شوي اللي قال بعطيك هديه. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيبين؟ الله يسعدك. شكرا لك. والله ما قصرت. قابلنا يا رامش وقال والله عند هديه لازم تقبلونها. نعم. ونعم. ونعم. الله يعطيك العافية حبيبي. ما شاء الله هذا محلك. ما شاء الله تبارك الله. يستاهل يا ربع انكم تجونه. الله يوفقك يا حبيبي. يستاهل. ما تبارك الله اعلام ما يحتاج ان نعرف فيهم. ما شاء الله تبارك الله. اليوم ان شاء الله في لقاء على اذاعة هلف ام. طبعا قال قبل شيء سعيد امر وانا لازم اني اذكر الامر ذا. ايش قلت يا ابو تبوك؟ ابو تبوك حلو. ابو تبوك دائما هم يسمون كل ما ابو تبوك. والله على طول يا امير عندك الرد. الرد عندك. ها شعر دائما نسبق الصوت على طول. انت جيت معهم على طول تدري متشرفين جاي على مارك مطوال. انت بعد لك سالفه ثانيه بخبرك. الله المستعان. عسى الله يسترنا. مرحبا مساكم الله بالخير. طبعا اليوم ان شاء الله بيكون في لقاء بسيط جدا على اذاعه هلا مع الجميل والمبدع الفنان امير. يا مرحبا والله مسهلا. الله يطول في عمرك. يا الله بالانيق يا بعد راسي صاحب الصوت الجميل يا بعدي انت. مرحبا والله مسهلا. ارحب يا الجميل. الله يجعل من جابك الجنه. اليوم بتكون خلفنا. لا اكيد نعم. اتعلم منكم اروعني ما شاء الله تبارك الرحمن. من عليك هم حاسدينك لاجلك حطم كل الابواب مانعنا من معجبينك هذا لانك كلك اعجاب اعجاب اعجاب. تبعت اليوم انت رديها راسك تعلمه علمه من الحين. لا لا تفشل مو في صالحك. اذا كان في راسك ساعطير افتح لكم شوف. عدينا هيجي لكم شوف. بيجي سعود وترى فعله هو وقعه. اكيد. دائما عندك ما تجي الزين. صح انا جالس زين. تجي الزين. عدل عدل. يلا يلا علي فهمت الفكره. يعني لو انا مثلا مزعجت قلت اليوم عسام والله اسف امسك نزل رجلك تادب تعال وجهك. مغادرتك هو اسلوبك معهم تمام غير صحيح. شكرا. شنو لي سعود عشان اذا بعدين كنت اجلس زين اربع مرات انا ما حبيت اقولها لكن فهد نصح. مبروك العوده يا سعود. ارحبوا صباحكم الله بالخير. يا مرحبا ومساء. اليوم عندي وجيه جميله وقويه طبعا. اما الان مع الشاعر المبدع والمتالق سالم بن جديع. ارحب جوان نيه. كيف حالكم؟ كلمه توجه لنا بسرعه. اقول الله احبكم واحب ابو علوش. الله يطول عمرك. شكرا لك. يلا شكرا. اما الان مع الشخصيه العظيمه والكاريزما الجميله لا مو بنت ناصر بريت. يا مرحبا. اللي خصم عليه 500 بس طمزني والله انها احبكم وشكرا شكرا على الجضاء. يا حظكم الشخص هذا وبس. الله يطول عمرك. الله يبقيك يطول عمرك. كيف حالك طيب؟ وش تقول لهم؟ الله يطول عماركم ويا حظ السيف فيكم والله. شكرا. ارحب يا ابن عمي محزم يسلاح. ارحب سعد ابو علوش. كلمه توجه لنا بسرعه. انت والله انكم محظوظين بسعود. سعود محظوظ فيكم. الله يطول عمرك. شكرا لكم. انا احبكم مره مره مره. شكرا لكم. نسيت شخص له كاريزما قوية وله جمهور قوي. محمد الودعاني. ارحب. الله حيب المطر. لي الشرف نصورك. الله يطول عمرك ويسعدك وليش.
هذا بسرعة الجمهور الغالي ومحفوظ. الله يطول عمرك ما راح يعيك. الله يعطيك العافية. الله يحييك مع أخوي الغالي الذي له مكانة غالية في قلبي. سيف معنا يصور سنابه لكن يلا. وحوشتني وسعدتني والله يسعد قلبك وروحك. لا يرضى قلبك. وبس. حياك. إي الله يحييك. طبعا هذا ابو سعود ارحب سعودي طبعا هذا اخوي سيف صاحب الروح الجميله ولا يهون ابو سمره اللي يصور الاهداف كلهم بعد كلمه تجون لها السناب او للجمهور الواقع كل شيء يا حب مره نايس والرهيبه بدون ما تقول اي والله عندك قول له يلا حط حسابي وحساب الواقع نشوف نطيب هم لبى قلبك طبعا انا اعتذر من السناب دي اليومين الاخيره توطيت اللي مسمار الله يكرمكم سببت لي إصابة فصرت ما بيتحرك واجد وألم فصرت كل وقتي نوم معلش فأنا أعتذر من الله مو منكم وأبشروا بقى الخير وإن شاء الله أني قد الهقوة و 93 يوم وإن شاء الله أني مكمل 90 يوم وبتفاعلكم ودعمكم ووقفتكم معي الغير مستغربة وإن شاء الله أني قد الهقوة جوكم أجب إن شاء الله انتظرون إن شاء الله مبر اثنين ذا اثنين الجاي غريني اللي كان يغريني ظاهر اني كبرت اكثر من اللازم ان الوقت يخلفها اقوى اللي فيه متهقويه ديما عاش عمره والزمن ما خيب ظنونه رهينا الذكريات قابل العالم بخلق زين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله صباحكم كل خير توني داخل من القريه حصلتهم يعطونهم الجوال ساعة فقلت سولف معكم وأضبطكم بالسوالف أرحبوا قبل أصور لكم العيال وقبل أحط قبل شيء أنا ما عندي أنا عندي بث أفتحكم بث شاكو تعالوا خلنا نكوش على الكل Let's go شوفه أرحب أنت طبعا لي أشرف أنا أطلع في حساب الشاعر المتميز والمتألق وقدوة الشعار ولك شلون في الشعر يعني عشان ما حد يتهاوش معي سالم بن جديع قحطاني يقول الشاعر علم اقصامي وانا سالم جديع ما في احد من سالم جديع ابي شرفي لبك ابوك يا عيوني انت اخو وعزيز وغالي انت ابو جديع اخو وعزيز وغالي ويشهد الله اني انا احبك واغليك غلا ما قد غليت احد يعني واجل عمرك طويل يعني لا لا ها طيب مش بعد والله بس اسلم لامي تسلم عليه الله يطول بعمره ربك ابدك وابشرك يا امه احنا طيبين وبخير وكل امورنا مع بعض ومتكاتفين وبس والله مرحبا ومسهلا اشتقت لك والله انا والله اللي اشتقت لك يعني من اول ما طلعت وانا نمت كنت لعب انا يعني يفتاك يا شيخ وبس والله شوف من هذا شوفه يقول كان احسان قلها انا بكل الاحوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم وشلونكم عساكم طيبين يا مرحبا ومسهلا الله يحييكم إن شاء الله ومرحبا بالكل والجميع اليوم باقي تقريب ضيوف أو بكون ضيف على فايز الشهراني وأخوي فايز الشهراني وأخوي فيصل الدبالين الكل والجميع الله يحييكم لابد أن تواجد بيكون فيها محاور وسوالف وعلوم طيبة وبداية انطلاق السلام عليكم وصبحكم الله بالخير وقواكم الله على طاعة الله والله يجعل ربي يوفقنا وإياكم إن شاء الله الله لا يهينكم والله لا يهين كل من شارك ودعم والله يطول أعماركم ما هي مستغرب كيف استمتعنا وانبسطنا سوا باتجاه أبهى بأمر الله سبحانه وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوصلنا سامين غان مين الله يصحاني ويا لله لو هو يحس بشوقي يغلي الهوى بعروقي يا خوفي منه ينسى الوعد يا لله ينسى الوعد يا لله غربني ولا شر يا مرحبا وحياكم الله الله يحييكم طبعا نوريكم بعض من المناطق اللي عندنا والاماكن والجبال الله 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 طبعا يا طوال العمار الوضع يكون بالتدريج فنحن الحين نكون
صاعدين. صاعدين وين؟ للمناطق اللي فيها خضار، الأجواء الزينة. إحنا بدينا من الحين اللي فيها أمطار والأجواء الزينة اللي بنقدر نوافيه كم راح نصور. بعذرونا اليوم لأن حب كثر السلامات. والله يقويكم. ارفع الشرقية تنهداكم. إيه أشبهوا. أطلب والله. ضاك 10 ملايين أمهم. أدري التصوير ده ما تحبونه اللي يكون يتصور كذا، لكن أنا أحب غير أشوف الجو الحقيقي و... يعني اختار يا ذا يا ذا، لأن في الأول والأخير أنت تصور لك مقطع، لأنك تحرص إن المقطع يطلع بس الشكل الصحيح والمطلوب، ولا وجهك ويا وجهك ولا كذا ولا كذا. والله والله انا رفيقك رفيقك. الله يجملنا وياكم ودعواتكم. وعندي لكم فكره بعد السناب يعني، بس شوي خلوني اقفل السناب بعدين اعطيكم الفكره. جربة في كل محل نجيه لازم نوقف فيه. ليه؟ يبون نسكافيه، عرفت شلون؟ ما ادري وش المسكة يعني معه. قل لي ليش ما هذا حليب كافي. حليب وشو؟ حليب وشو؟ حليب كافي. حليب كافي؟ وين امتاز البيت اصبحت حليب كافي يا جماعة. اصبر واصور لكم صورة الصح. اهلا وسهلا يا مرحبا والله ومسا. الحين قاعدين ننزل امورنا، نرتب امورنا، ننزل اغراضنا، بعد عاد نطلع عاد نروح نتعشى ونتمشى عاد نتمشى. جايلكم تسلمون. جايلك والله طول عمرك. هذا وين منخش؟ طيب مرحبا ما ينشاف. ان شاء الله عليكم مرتصين ورا صوتك ابو علي ولا شيء طال عمرك. ايه ها وين الوجه يا ابو علي؟ الوجه يا ابو العمر والحفظ والحفظ اخر كتاب الحفظ الله لا 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 لبعة وتمشي. الله يسلمك. الله يستر عليكم ولا يهينكم. الله الله تصلوا ان شاء الله بالسلامه. الليالي يا رب. اي والله طبعا هذا شكله هذه اكله جنوبيه. هذه معصوب معصوب والله. ايش هذه مشغوله ايش هذه صدق الكلام صدق. اقرب انزل 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 انزل. ولد مباني تحت يا ولد. ايش المباني؟ المباني تحت. لا اقرب اقرب تحت تحت يا ولد. يا ولد حفره يا ولد في الارض. ليه يا ولد؟ اطمر اطمر اطمر. لا ما يبقى امر يا ولد. اطمر. لا والله ما يبقى. والله انت اطمر. والله انت اطمر. بالله تطمر. تبين اموت؟ بالله اطمر. ايوه ما يبقى امر. اجل اجل بطمر انا. لا 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 تطمر. بارك الله. حلوة يا الربع. هذا والله الشغل صح. وبك يا يدق. اذا ما جيت الجنوب ما كانت مندي فلا لا تجي الجنوب. يلا انت هو اللي تبغى الحر. يلا احلي لك المربعانية بس. يا سبحان الله يا رب.
اسمع يا رب، اسمع 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 يا رب، صوت الرعد الحين اسمع. سمعت فين تقبلة الطريق؟ فين تقبلة الطريق يا شباب؟ اوه ولا انت اخوياي، اخبر سياراتكم شيء يا ولد يا ولد. محمد ايش علم قد يطيبنا؟ انت عندك مصلحة، انت في مصلحة، انت في مصلحة تبغاها منا ما ادري ايش كان عليه من 2002. انا قد نراه انت طيب. طيب طيب الحين خلص تعود خلصت خلص خلص خلاص تخرج. طيب نسحبها ولا طيب؟ طيب ها يا محمد ورب المصحفين في مصلحة. ها طيب خلصت. حوالي 1000 ريال 500. وانا قلت لك بالاثباتات بالصور بالدلائل. قبه من عندك انا باشوف. لا اسمع. ارحب والله يمسيكم بالخير ويجعل امكم طيبين. الربع والله انقد لي من ذي الطلعة يمكن شهر. صح ولا لا؟ صح. ومطول من ابو علي وايش؟ برضه باقي ما تعرف تتكلم، كنت تتكلم شيء. ما زلت صوتاتك ما يبعد والله. لك وحشه لكن على ما يقال انت بدك عليك خلاص. رايحين الحاتم دالحين قهوه وعلو. شاي مجاني. واي واحد ابغى ياخذنا معه بشيء مجاني احنا حاضرين. احنا حاضرين مالكم الا اللي ياكلوا. مالكم الا الحين فاضي 24 ساعه تحت الخدمه مستحيل. ماذا الحين اقول لهم صيفين ارجعوا.